رحمانة. ماشي. أو 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 مش نشي تنشي تنشي طمعوا فيك تنشي يديو لك. واخا رغبت وسهلا وقلت له شوف الحالة وصرت له التصويرة وهاك. قلتي لي شو حالتي؟ رانا والو رانا والو والله غالي. ندير لك ندير لك دبري في 4 المليون. دبري راسك. دبري في 4 المليون عاد جي خذي الرباح. عاد جي حطي. وعطينا الرباح بعدا ديال ثلاثة بعدا ندوقوه بعدا. باقا ما دقتيش درهم من داكش. درهم. ويلي ويلي ويلي. يا اختي كون درتي غير كون جبتي غير الريحة بعتيها كون راك بعدا صورتي بعدا غتسفايلتي بعدا. ثلاثة المليون ما مسفايلاش. والو حتى درهم. ويلي ويلي. على خاطرك. على خاطري جبدها مني بشوية. ولاد الحرام. ولاد الحرام صراحة. ولاد الحرام لأنه كاع اللي كيدي رزق عباد الله ماشي ولد الحلال. باش نكونوا واضحين. كنلقى وغادا كندخل معاهم. واختي اش غنقول لك؟ كتحملي جزء من المسؤولية باش نكونوا واضحين لأنه شي ديال مواقع التواصل الاجتماعي صعيب 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 صعيب. ما كتعرفي مع من كتعاملي. أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معي في هذا البث المباشر الذي للعبرة وليس للمشاهدة. واش وبقاو نعم هذا ما جاء في عنوان هذا البث، وبقاو مساعفين الجروبات الوهميه. شابه من ذوي الاحتياجات الخاصه مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في تنصب عليها في 3 ديال المليون بطريقه خطيره وما طيحش لكم على البال. خليكم معي هي اللي غادا تشرح لنا كيفاش مشى ليها رزقها. وردوا بالكم لا تكونوا حتى نتوما ضحايا ولا يكونوا معايا شي ضحايا مفترضين هنا في هذا البث المباشر. اجوا تسمعوا لا يكون حتى نتوما طرى لكم ما طرى ليها. وشات البركه اللي عطيته هي راه وصلت ل 3 المليون. اجي نشوفوا الا يكون شي واحد حتى هو معنا في هذا البث المباشر يقدر يكون حتى هو مسكين ومشى. نعم اختي حنا على المباشر الان على قناه شوف تي في تلبيه للنداء ديالك طبعا. اش وقع الاختي؟ دابا انايا في الاول دخلت في الفيسبوك لقيتهم ناشرين اعلان كيطلبوا الموظفين باش يقابلوا ولا الاشاره فقط. فالاخت ما بغاش تبان ما بغاش تبان خايفه خايفه على من على على ظروف عائليه يعني الله يحسن العوان. نعم اختي شنو وقع لك؟ في الاول دخلت في الفيسبوك لقيت ذاك المشهور اللي طالبين عمال اعلان. اعلان حقا طالبين غير موظفين يقابلوا متاجر. منين دخلت كيقول لك خصك تشاركي بواحد النسبه موظفين في المتاجر. تصاحبي زعما غتخدمي في شي مكازا ولا شي في متجر سما عبر الانترنت داك امازون هكا كيقول لك هما امازون. منين دخلت كيقول لك حقا تشاركي باش تاخذي الطلبات. لو كيبداو لك واحد المبلغ بسيط من بعد غير بداو معاك بداو معايا ب 20 درهم 400 صافي انت كتقولي هادشي صافي. قلت انا مزيان غير 400 شويه طلعت 24 50 100 400 شحال غتولي؟ شحال كيقول لك يولي لك 100 درهم 400 تولي 100 درهم 400 ضرب بخمسه ايه. اذا زعما الا ضربتي 40000 وضربتيها في خمسه راه غتولي مليون ايه. يعني صافي كيبين لك انت نسمع مزيانه هي راه بحكم انني صح مرضى يخدمني كنت ما خدمي من تليفوني شويه بداو كيقول لك زيدي باش تاخذي اكثر باش تاخذي اكثر. زيدتي ب 400 ايه. شويه شحال وصلتي؟ شويه وصلت 3 المليون وما صنعي ما كياخذوا حسابك. مور 400 شحال قالوا لك عطينا عاوتاني؟ 24000 ريال ديال اش؟ ديال هادشي ديال الطلبات عاوت. شنو هاد الطلبات اش فيهم؟ ما عرفتش شنو هاد الطلبات كيوريك واحد تصاور ميكروفونات شي تخربيق مدور سلعه. وهاد السلعه انت تخلصيها باش تعطى لواحد اخر ولا شنو؟ باش ما تعطى لواحد اخر في المتجر. وانت غادا تربحي؟ وانت غادا تربحي. ولكن على ما صافي على ما ما ربحت حتى درهم. دابا راه 3 المليون اللي مشات لي. 3 المليون اللي صيفطت؟ 3 المليون اللي صيفطت ما شفت منها والو. ودابا راني واحده في مشكل. منين جاتك 3 المليون؟ غير ديال الوالد، الوالد حاطها في حسابي بحكم انه ما كيشوفش. 3 مليون وهما بهيه وانت هنا وكي درتوا ليها؟ من حيت الحساب ديال البنك، سرد لي واحد الحساب ديال البنك ديالهم، درته عندي وسرت له، صافي مشى لي كلش. فاش سرتي لي؟ سرت له فلوس. من باش كديري لي ترونسفير؟ ايه سرت. فيرسي لي نيشان. فيرسيت له نيشان. شحال فيرسيتي؟ 3 مليون في الاول 24 بعد صافي 3 مليون بشويه 3 مليون هي اللي مشات. شحال ب 40000 ب 60 ولا بشحال؟ كيبداك ب 24 من بعد كيضربك ال 50 ل 100000 ريال الملايين الكبار. وانت باقا ما شتيش حتى ريال وكتصيفطي؟ حتى ريال. انا قلت سما كيقول لك راك كتربحي غير زيدي راك كتربحي راك كتربحي. بحكم انني ما قارياش بزاف مشيت متبعاهم. منين صافي وصلت 3 المليون وجا واحد الطبيب قال لك خصك تحطي فيه 4 المليون. قلت له انا ما عندي صافي ما بغيتش عطيني غير داكشي ديالي. قال لك لا ما يمكنش ما تاخذي حتى درهم تتحطي 4 المليون فلوسك ما ترجعش ما ترجعلكش. دابا انت ما بقيتي باغا لا ربح لا والو. ما بغيت لا ربح لا والو بغيت انا غير ديك الفلوس لان ماشي ديالي ديال الوالد.
ولا سقهم الوالد الخبار غادي يدير فيا شي حاجه ما نعرف ما عرفت اش غادي ندير انا دابا حرت هذا التجأت ليكم التجأت شوف تي في شكرا اليوم بزاف اللي باو النداء ديالي وكنتمنى من الجروب هذا يعني من الفيسبوك فين هزوك عاوتاني فين مع من كنتي كتواصلي التليجرام مع شي حد كيقول لك لا وحق انا معلمك صيني من تايلاند ولا ما عرفتش كيخربق انا معلمك صيني من تايلاند بوحدها والصين بوحدها باش عارف هو هادشي اللي كيقول ما عرفتش انا ما عرفاش انا غير متبعاه وصافي فين جات ولا تايلاند فين جات والو بحكم ما قارياش صافي وكيهضر معاك نعم اش كيهضر معاك كيقول لك ها انت حقا نجحتي مزيان زيدي هذا زيدي سردي لهاد سردي الحساب باش زيدي تربحي اكثر اها صافي كتسردي انت زيدي عندي شويه هنا نعم صافي كنسرد الولد داكشي هذاك اللي كيقول لي شحال بغا شحال بغا اللي قال لي كنسردو ايه على اساس انك كطلعي في الارباح على اساس اني كنطلع الارباح ديالي باش منين تسحبي تسحبي مبلغ مزيان نعم صافي على ما وصلت لسلمين وقبيله وريتيني واحد سميتها واحد لافيش وريتها لي في البورتابل فيها 10 المليون غير كذوب هذيك غير كذوب هذيك غير كذوب نوريها لك غتحلام غتحلام غيحلموا فيك واخا نعم نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في والناس اللي باقا كتيق في هذا الشيء في هذه الجروبات الوهميه اللي اليوم ها هي شابه اليوم لقات راسها كانت محطوطه عندها واحد الامانه خليها عند الوالد ديالها داس لديك الامانه قالت لك ارى الروجه زعما نترزق فيها الله شويه تلقات راسها لا فضل لا راس المال هذا ما وقع لهذه الشابه وكثير نعم شوف شحال ديال الفلوس شوف 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 شحال ديال الفلوس نشوف 63361 يا دابا هذا رزقك زعما هذا دابا نورمالمون ديالك انت صافي ما راه فيه راس المال ديالك والربح صافي حيدي اختي داك التليفون حيدي نعم ودابا شنو دابا وهاد الفلوس انت منين شتيها غير من عند الوالد كان حاطها عندي كان الوالد مخبيها عندي على حساب الاخ ديالي علاش مال الاخ ديالي حيت كان وقعت له واحد الاكسيدو في الخدمه ديالو ودقدقت له الرجل ودابا هو مشى للكلينيك وخاصو باش ينعس في الكلينيك خاصو الفلوس نعم وقال لي با خليها عندك ملي يطلب لك خوك سرديها ليه باش نلقاو باش نديرو ليه العمليه باش نديرو ليه العمليه ايه ودابا ملي خويا قال لي زيتي الفلوس زعما ما عارفاش خوك راه غيوقف على هذا الشيء ما عارفاش انا قلت زعما مغامره قلت زعما باش نربح اكثر ونعاونو اكثر صعب زعما النيه ديالك زعما صعب جيت فيها اكثر ايه صدقتي لا فضل لا راس صدقت لا فضل راس لا راس المال لا خويا غادي يداوى لا والو دابا هي المشكل وهذاك الصيني ولا التايلاندي ولا ما عرفت شكون هو اللي كيدوي معاك شو ولا كيقول لك ملي قلتي ليه ما بقيت باغي لك ما عندي ما ندير لك انا سيري دبري على 4 المليون باش يمكن لك تسحبي ديالك دابا انت عاطيه 3 سيري زيدي 4 ايه هي 7 عاد نعطيوك حقها كلشي ولا غيمشي ديك الربعه ولا فضل لا راس غيمشي لك كلش راه غير كذوب راه باينه يعني زيد هذيك الربعه غادي تزيد تمشي عاد كيوجدوا فيك باش يغلطوا كيوجدوا فيك باش يغلطوا ودابا المشكل انك ما عارفه معامن ما عارفه معامن التصويره ما دايرش تصويرته يعني كيدير لك التصويره دمراه ولا بوبويا ولا شنو هي هذيك صافي وكيبقى يسلم منك واش اللي بعقله غيعطي رزقه بحال هكا اللي بعقله ما غاداش يعطي انا اللي درتها لراسي حكم التكلاخ ديال اللي ما قاريش وما واعيش بلا ما يبقى يثق بهذا الشيء ديال مواقع التواصل راه كلشي غير لك دوش كنت بحال نعس في الدار وكيربح الفلوس ياه دابا عاد عقتي بها دابا عاد عقت منين جات فيا وكنت دقه واعره عاد رمتني فيها كانت هذه غير فلوسك هذه هي المشكله ماشي ديالي كانت غير ديالي ما كاينش مشكل حتى واحد ما يسوق لي الخبر صافي خساره من السيره احسن كاع ايه المشكله ديال الوالد وخويا ها هو خصو يا هاد النهار يا غدا يعلم الله امتى يقولوا له خلص الكلينيك باش نديروا لك العمليه انت مورطه جيبي ايه الفلوس لنا مشات وديك الساعه تبع نخرج على دارنا كامله غادي تشتت على موقف كي داير على موقف كي داير جايه باش تربحي جوج ريالات وليتي لفضل الله راسك لفضل راس المال حتى حاجه نصب عليك نصب عليا نصبه كبيره وهذيك السلعه اللي قالوا لك ذاك النهار وداك الشيء وصلاتك شي حاجه منها ما يكبس لك والو كلشي كيدوز لهم هما شفتي شي ميكروفون شفتي شديتي شي حاجه غير التصويره ما في يدك ما تشد والو دابا بقاو عندك غير ديسكيسيون تصاور صافي تصاور 3 المليون مشات 3 المليون مشات المهم الله واليوم شنو اللي خلاك انك تتصلي بشوف تي في؟ حيت تزيرت خايفه وخايفه وانت ولا شافوك والديك وعرفوك دابا عبر الموقع ما عندي ما ندير المهم خصني نرجع داك المبلغ باش خويا يداو هذا هو المهم عندي دابا ترجع غير الفلوس للبنك ترجع غير الفلوس ما باغا لا ربح لا والو بغيت غير داك المبلغ هذاك اللي ضيع ما بغاوش والو قال لك لا حطي 4 المليون كملي الطلب باش عاد خوديها
اين طالب؟ شي طالب فيه 4 المليون جديد، ايه جديد ديريه باش عاد حقا تاخذي كلش، الا ما درتيهش ما كاينش يا اختي. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، شنو بان لكم في هذا الشيء اللي كتعاود هذه السيده؟ لانه اليوم ضيعت راسها، ضيعت رزقها، رزق والديها، وهي نادمه. نادمه ماشي غير نادمه، ها نادمه اكثر، كتمنى نموت، نموت نصبح لازقه وما عايش هكا. هذه ملي طلبت فلوسي ولا ما كنعش، كنبقى فايقه كنقيل نخمم كيف غادي ندير. شحال دابا وانت معاهم؟ هذه شي سيمانه ولا اكثر دابا. اه سيمانه، اه سيمانه تقتي وصيفطتي الفلوس، وصيفطت وكلش. ايوا حلاوه اللسان ديالهم والاخر كيخليوك تبعيهم انت حاله فمك. واش انت يا اختي راه راكي راكي درتي غلط؟ ماشي غير غلط، سيمانه جبتي عطيتي فيها 20 درهم، عطيتي فيها 24000 كلش، كلشي سرتيه، كلشي سرته على خاطر، على خاطري. قلت لك قبيله واش درتي شكايه ولا ما درتيهاش؟ ما قدرتش، ما قدرت ندير حتى شي شكايه، ما نقدرش، حيت عندي الوالده مريضه بالقلب والوالد ما كيشوفش ولا ساقو الخبر. المغاربه كلشي بارطاجي، الله يجازيكم بخير. عارفين انه المغاربه اليوم في ظل يعني في ظل فرص الشغل يعني اللي قليله، الكل اتجه اليوم للعالم ديال الانترنت، كلشي مشى للاو كوميرس. طبعا كاينه نماذج ناجحه، كاينه نماذج اللي الحمد لله حقات نفسها وحقات ارباح وبدلات من ظروف العيش ديالها، ولكن كاينين الناس اللي ما فاهمينش في المجال، غير كيشوف انه لا راه هذا كيدخل 100 مليون في الشهر، هذا كيدخل 5000 درهم في اللايف، هذا كيدخل 2000 درهم كذا، كيقول علاش انا ما نجربش حظي؟ القضيه واقعيه سهله. هذا الشيء اللي قلت انا. نعم، كنتمنى ان كل شيء بارطاجي هذا البث المباشر باش تعم الفائده، لانه هذا الشيء راه نصب واحتيال بطريقه رقميه، بطريقه تكنولوجيه، وعلى خاطرك كما كنقولوا في ظرف سيمانه 3 المليون. هاد الناس دابا شو واش كاينه غانتي ولا كاينين ناس اخرين؟ واش كيجمعوكم في هاد الجروب؟ كتعرفوا بعضياتكم؟ لا، كل واحد بوحدو، كل واحد كيهضر مع بوحدو. عازلينكم، معزول، كل واحد كيعطيو الديسكور ديالو. آه، كل واحد بوحدو. هذا صيني ولا تايلاندي؟ هو كاتب انا معلمك الصيني التايلاندي. معلمه؟ اه. عبر شركه كذا؟ اي على شركه امازون. واش كاينه بعدا هاد الشركه ولا واش كاين بعدا هاد الشيء ولا ما كاينش؟ واش عنده شي علاقه بعدا مع امازون ولا غا وهمي؟ ما كنظنش عنده كاع علاقه مع امازون، حيت امازون شركه كبيره، ضروري غادي ياخذ سميتها باش شي يخدم بها وينصب عليك. بيان سور. كنتمنى كل اللي بارطاجي هذا البث المباشر على نطاق واسع، خليوا هذه الرساله توصل للناس اللي باقيين كيتيقوا في هذه المواقع، والناس كذلك اللي كتقلب على الربح السريع. فاختي اليوم ضحيه الربح السريع، السريع. انها مشات كتقلب على الربح السريع، الربح السريع كما قالت هي، غا جالسه في الدار والدولار كيدخل. اي الدولار كيدخل، هي هذا هو الفكره اللي كانت، هذا هو الفكره اللي حلموني. عشتي الحلم؟ عشت الحلم، قلت سما سما غادي نهز غير راسي. اه خويا غادي يفتح ونهز راسي عليهم، ربي عوضني. اي صافي صدقت فيها. قلت شمس العشيه، هذه هي شمس العشيه، هذه هي شمس العشيه. الله يكون معاك اختي. امين. الله يكون معاك. امين. اليوم الوضع ديالك صعيب. صعيب بزاف، كنتمنى. خصوصا ان الفلوس ماشي ديالك. ماشي ديالي. هذه هي المشكلة، حيت ماشي ديالي. أنا كانت غير ديالي تحت ما يسوق لي الخبر. هانية. هانية. غادي نكمدها ونسكت. سري أنا اللي دخلت. إيه أنا اللي دخلت، دابا المشكلة ماشي ديالي. المشكلة أنها هي الوالد. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، واش كطلبي اليوم من خوتك المغاربه؟ وشنو اللي خلاك اليوم تتصلي بشوف تيفي باش توصلي الرساله ديالك؟ نعم خلاني اليوم نتصل بشوف تيفي باش تعاوني، تعاوني نوصل صوتي للمحسنين، نوصل للناس انهم ما يتيقوش، ويعاونوني نرد غير داك المبلغ. انا ما بغيت حتى شي حاجه، ما بغيت لا دواء لا حتى شي حاجه، بغيت فراسي ما بغيت والو، انا بغيت غير ديك 3 المليون. فكي هذا الكابوس، نفك هذا الكابوس، رجع 3 المليون لبلاصتها ونرتحت انا ونعس بحالي بحال الناس. راه هادي شحال من نعس وين ارتحت. تفضلي اختي دوي مع خوتك المغاربه وقولي شنو بغيتي منهم، شنو كطلبي؟ انا كنطلب من المحسنين انهم يعاونوني، نرجع هاد البركه هادي اللي ضيعت، وما عمري نسخرهم، ما عمري نعاود كاع نقبل حتى بشي تليفون كاع بمره. انا كاع نقطع هاد التليفون، ما خصنيش منو اللي جابني لهاد الحاله هادي. انا بغيت غير تعاونوني، الله يرحم بها الوالدين، هاد الشيء هذا اللي ضيعت. حتى واحد دابا حتى الدار الا قلتي لهم راه اش وقع ليا اش وقع ليا، ما غيتيقوش هاد الكلام.
ما يدخلش للراس، ما يدخلش للراس، ما فاهمينش هما في هذا. اه وغادي يقولوا لي انت عارفه اصلا داكشي كيتنصب وانت مشيتي كديريه. وانا خايفه الا قلتها لهم دارنا غادي تشتت. علاش؟ صافي عندي الوالده مريضه بالقلب، تسوق لها تسوق الخبر غادي سكت ليها. صافي انا مبلغ 3 مليون ماشي ساهل، وبحكم ان خويا دابا راه محتاجو الوالد خلاص غادي يذبحني، ما فيهاش تخرجيش. صافي ما عرفت ما ندير، وعيطت لشوف تي في ولبات النداء ديالي، وكنتمنى حتى نتوما تلبوا النداء ديالي وتعاونوني في هذا المبلغ هذا، وشكرا لكم بزاف. واخا اختي اللي بغى يعاونك الرقم ديالك ولا شي حاجه، اللي بغى يعاوني الرقم ديالي 06 97 20 74 59. 06 97 20 74 59. هذا هو الرقم ديالك؟ هذا هو الرقم ديالي. يعني اللي بغى يعني يعاونك يرد لك غير هذه البركه، يرد لي غير هذه البركه ولو يعني يتجمعوا فيها، ولو يتجمعوا. انا عارفه ان واحد ما يقدرش يردها كامله، يعني كل واحد يعطيني غير شي طريف غير شي بركه. باقا الان كتواصلي مع هاد اصحاب هاد الموقع هذا ولا هاد الجروب هذا؟ كتواصل معاه ما كيردش عليا دابا. صافي كتصيفط لي الميساج؟ كنصيفط له ما كيردش عليا. قضاء غرض؟ صافي قضاء غرض. وعرفوك انه ما بقاش عندي؟ صافي عرفوني ما بقاش عندي. صافي ما كنت خوا، كنت خوا ما عندي في صدر. هما كيقطعوا منه ديريكت من راسهم على ما كيعطيك الحساب في الاول. صافي لا واش هما اللي كيقطعوا ولا انت اللي كتبقاي تفيرسي؟ لا في الاول انت كتفيرسي. صافي من بعد ما كاينش الفيرسي، هما غادي يدي كلش راسو راسو. يا 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 خطير هذا الشيء. شي غير خطير. صافي شو دابا واش كاينه غنشيه ولا كاين ناس اخرين حتى همايا؟ ما عارفاش. المهم بحكم ان من داك المنشور كلشي كيقول له واه انا باغي نخدم، انا باغي نخدم. كيقول له انا خدمت وربحت حقا غير دخلوا ديروا. اه ممكن يكون معاهم باش نتيا، باش نتيا زعما باش كل يجبد الناس اللي عنده. باش نتيقت ودخلت. قلت هذا ربحت انا، واخا نربح واخا غير جوج بسيط راه مزيانه لي. لا ساعه بالعكس جبتها قلت لها 3 مليون كره، قلتي غتجيب لي 30 مليون. اه قلت واخا انا 6 ولا 10 راه مزيانه لي. هو ندير العمليه لخويا ومشيت لي ندير به شي مشروع نعيش به، نعيش به بحكم حتى ما بغى يخدمني. قلت مزيانه لي ساعه والو. طماع كيقضي عليه الكذاب. ايه صافي هي هذه اللي وقعت. هي هذه دابا انت طمعتي وهما كيبيعوا عليك. طمعت طمعت هما جا كذب عليا واستغلني. اه استغلوا راكي استغني ما مكلخه ما عارفاش. علاش كتقولي لها راسك مكلخ؟ حيت انا ما واصلتش داك المستوى ديال القرايه باش انا نتعلق في نتفلق بحال هكذا. صافي انت وليتي صافي انت وليت 400 دريال هي اللي قولبات، هي اللي قولاتني. هاري 400 راها راه كتربحي بها الدوبل. قلت لها 400 ولا 600 درهم غاده وكتزاد راه مزيانه. 400 تولي 100 درهم ما ساهلاش. ما ساهلاش. مضربه في 5 راه مليون. ايه ها؟ ايه داكشي. طمعوني وثقت بهم وصافي وجات فيا. واخا ما عندك ما يعني واخا ما بانت لك حتى شي مؤشر انه كاينه شي حاجه اللي يعني قانونيه، شي حاجه اللي يعني شي تراسابيليتي، شي مؤسسه كنتعامل معها، انه ما يمكنش انا نعطي فلوسي في ظرف سيمانه. دابا كل نهار كيقول لك صيفطي. اه كل نهار كيقول لك صيفطي. دخلوك النهار الاول في الجروب وبديتي صيفط 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 صيفط. كيقول لك حقا ديري الطلبات باش تزاد لك الربح. ديري الطلبات وشنو ربحك فينا هو؟ شنو كيبان لك في لافيش؟ هكذاك التبره اللي وريتكم هذيك. دابا انت دابا راس مالك 6 مليون. اسمع صحابي 3 غادي تولي 6 مزيان. لا دابا داكشي اللي وريتينا في التليفون. اسمع داك هو دابا راكي دابا انت رابحه 6 مليون. ايه رابحه. اه دابا انت عندك 6 مليون. اه اسمع رابحه. افتراضيا. افتراضيا. والواقع؟ واقع تدرهم. ناقص 3 المليون. ناقص كلشي مشى. مشات. مشات. رسالتك الاخيره واش كطلبي من الناس؟ كنطلب من الناس انهم يعاونوني، كل واحد اللي تبرع ليا واخا غير بجوج بسيط ديال الفلوس هي باش نرد هذا المبلغ هذا، وباش شنو يقول لي خويا اري. اه ولدي ما يرحمكش. حيت انا اللي درت. مشيتي عندهم وشرحتي لهم حسن كاع ما تخرجي تقول للناس عطيوني وعاونوني. لا ما نقدرش نقولها لهم. يقدروا يعاونوا لك دابا عاوتاني الا شافوك عاوتاني هكا. داكشي باش انا ما نقدرش نبين وجهي. يا على موقي حصلة 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 وغسلة حصلة وغسلة. شنو باش تنصحي الناس؟ كنصح الناس ما يتيقوش، راه حتى واحد ما كيربح من هاد المواقع هادي، كلشي غير الكذوب. حتى هادوك اللي كيدخلوا يقول لك لا انا درت انا درت والو، راه غير معاهم غير معاهم باش كيدخل كيشجعك انك تدخل، الا ما تدخل ويشدك صافي. نعم اختي الله يدير لك الخير. امين. نتمنوا لك كل الخير. شكرا بزاف. شكرا الناس بالنمره ديالك. النداء ديالك اخر مره. النداء ديالي اخر مره، كنتمنى انكم تعاونوني، وهذا هو الرقم ديالي 06 97 20 74 59.
شكرا بزاف لشوب تي في الناس اللي ديالي، وما تثقوش في هذا الشيء، هذا راه كل شيء غير كذوب. وشكرا وشكرا لك. الله يدير لك الخير اختي. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، لا حول ولا قوه الا بالله. وكما كتشوفوا معي يعني شابه من نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة كما كتشوفوها هي أمامنا، واللي ما بغاتش يعني تبين الوجه ديالها، فعيب يعني صراحة عيب وحشومة أنه مثل هاد الأشخاص اللي هي محتاجة المساعدة محتاجة الدعم طيح ضحية ديال هاد الجروبات أو المجموعات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. فكما كنقولوا فالانترنت راه كاين فيها الجانب الإيجابي والجانب السلبي، ردوا بالنا وما نكونوش ضحايا ديال عمليات نصب معلوماتي. يعني اصلا هذا اللي كتكلم عليه الان، سمعتي كيفاش كتقول لك، كيقول لك انا المعلم ديالك من الصين او تايلاند او فين غتعرفوه فين شافته، وكون راه داير غير يعني كما كنقولوا خدام غير بجوجل تراديكسيون ولا معلم اللغه العربيه كاع باش ينصب على الضحايا ديالو وباش ياخذ لهم ارزقهم بهالطريقه اللي شفنا الان. مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في، شابه من ذوي الاحتياجات الخاصه اليوم ضحيه عمليه نصب على مواقع التواصل الاجتماعي وبالضبط الجروبات الوهمية اللي داروا لها نصبة يعني خطيرة وخطيرة. في ظرف أسبوع سحبوا لها 3 ديال المليون، ومن اللي بغات تسحب الأرباح ديالها قالوا لها زيدي 4، زيدي 4 المليون عاد دي تاخدي في الأرباح. شوف الناس فين وصلات. استودعكم الله، ردوا بالكم مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، هادشي ماشي ديال اللعب، هادشي خطير وخطير، ردوا بالنا ردوا بالنا مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في، لأنه ما بقاش مع من ما بقاتش الثقة في هذا الزمان هذا، وخصوصا بحال هذه المواقع اللي اليوم وهمية ما معروفينش حتى مواليها، حتى ليدونتيفيكاسيون ديالهم ما كايناش، كيفاش غادي نضمنوا حقوقنا ونضمنوا رزقنا؟ أشكركم، كان معكم مراسل القناة منير معطاوي من مكناس، إلى اللقاء.